معنا في الاستوديو المحلل السياسي الافغاني نور الله سلام. سيد نور الله، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. اشكركم. الان معلومات الاستخباراتية تتحدث عن انه توفي قبل عامين او ثلاثة. اليس غريبا ان يتم الاعلان عنه اليوم بعد هذه المدة؟ طبعا طالبان الآن اقتربت من الحكومة الأفغانية، هناك جهود بذلت من الجانب الأفغاني لإحلال السلام في أفغانستان وإدخال حركة طالبان في المنظومة السياسية وفي الحكومة التي تم تشكيلها قبل كم شهر. ففي هذا الوقت عندما طالبان تتفاوض مع الجانب الأفغاني، عندما كانت هناك اجتماعات في الصين وفي قطر وفي تركيا وفي ألمانيا وفرنسا وفي دول أخرى، هو الخبر الغريب لماذا يعلن عن وفاة ملا عمر في هذا الوقت. الجانب الباكستاني أراد أن يساوم على مع الجانب الأفغاني على هذه الحركة، فأرادوا أن يبيعوا هؤلاء الذين بدأوا يخرجون عن سيطرة الحكومة الباكستانية، وبدأت هذه الحركة تتعامل مع الجانب الأفغاني بشكل مستقل أكثر. الآن عندما تم فتح مكتب في الدوحة إلى هؤلاء وأرادوا أن يتعاونوا مع الجانب الأفغاني ويتفاوضوا مع الجانب الأفغاني بشكل مستقل، هنا الحكومة الباكستانية شعرت بأنها خسرت اللعبة، فأرادت أن تعمل اجتماعات في مدينة مري في جنوب شرق إسلام آباد، ويروا الجانب الأفغاني أننا صادقون معكم وسننهي هذا الصراع، ونحن نريد أن ندخل الحركة طالبان في المفاوضات بشرط أن الجانب الأفغاني يوقع أو يمدد اتفاقية الحدود التي تم توقيعها قبل 120 سنة مع بريطانيا، وهذه اتفاقية الديورند لاين التي لا يعترف بها الجانب الأفغاني. فالحكومة الباكستانية تريد من الجانب الأفغاني أن يمددوا لهم هذه الاتفاقية ل50 سنة القادمة على الأقل إذا هم لا يعترفون بالحدود الحالية. ففي مثل هذا الوقت عندما طالبان أرادوا أن يدخلوا في المنظومة السياسية وينتهي الصراع في أفغانستان وتخسر باكستان كل هذه الجهود التي بذلتها وكل هذه الاستثمارات التي استثمرتها خلال 40 سنة الماضية عندما سقطت أفغانستان في يد باكستان ببلاش. ففي هذا الوقت الجانب الباكستاني أراد أن يري العالم ويري الجانب الأفغاني أننا نستطيع أن نلعب دورا وأن نأتي بها أولا ندخلهم في المنظومة السياسية الأفغانية وأن يكون لنا مردود. طبعا أمريكان عندما جاءوا إلى أفغانستان عن طريق الجانب الباكستاني وهم سمحوا لقواتها أن تدخل عن طريق الأجواء الباكستانية إلى أفغانستان، كان من ضمن شروطها أن الجانب الأمريكي يضغط على الحكومة الأفغانية التي تم تشكيلها في بون أن يعترفوا بالحدود الحالية ويسلموا هذا الملف لباكستان. الآن الباكستانيون عندما أرادوا أن يروا العالم أن بن لادن ليس موجود على أرضها وتم قتله في أرض باكستان، الآن ملا عمر نفس الشيء تلعى الرجل في أيدي باكستانية. في كل الأحوال حتى الآن المعلومات حسب الخبر غير مؤكدة، لكن إذا ما تأكدت وفاة الملا عمر كيف يمكن النظر إلى تداعيات هذه الوفاة على حركة طالبان؟ هذا هو الشيء الذي يريده باكستان أن يثبتوه لطالبان، يقولون لهم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع أي جهة أخرى أفغانية غير أفغانية دون التنسيق مع باكستان. فالجانب الباكستاني يريد أن يلعب دوره ويقنع القيادات الطالبانية بأننا نستطيع أن نلعب أي شيء، عندما نعلن عن وفاة الرجل أو نقتله بشكل أو بآخر أو يكون لنا يد في هذه العملية معناها نستطيع أن نتعامل مع بقية أعضاء حركة طالبان. فلا تتعاملوا مع أي جهة دون التنسيق مع باكستان، كما نحن أوجدناكم إلى الساحة السياسية وأوصلناكم إلى السلطة وأعطيناكم الحكم نستطيع أن نزيلكم عن الساحة السياسية، فعليكم أن تلتزموا بالخط، تلتزموا بالاتفاقات التي تم إبرامها بين باكستان وطالبان، ويجب أن لا تتعاملوا مع أي جهة أخرى بشكل مستقل. فحركة طالبان الآن طبعا هي تحت سيطرة باكستان، لا يمكن لأحد أن يقول أن ملا عمر موجود في مكان ما غير الباكستانيين، لأنهم يعرفون مكانه الحقيقي، هم الذين يعرفون أسماءهم الحقيقية، هم الذين يعرفون عناوينهم تليفوناتهم ويتواصلون مع من. طبعا الجانب الباكستاني هو الذي أوجد الحركة، يعرفون الأسماء الحقيقية والمستعارة ومن أين جاءوا بهم أين أوصلوهم. فالجانب الباكستاني هي الجهة الوحيدة التي هي اللاعب الرئيسي في حركة طالبان. في الخبر أيضا بأن من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي أيضا بشأن هذا الخبر، يعني ما المتوقع أن يطرح أيضا خلال هذا المؤتمر؟
طبعا باكستان تريد أن تبيد وجهها للعالم أننا نحن أيضا تضررنا من حربنا على الإرهاب، وأن هذه حرب دولية، يقتلوننا ويقتلونكم، نحن لسنا ملامين في هذا المشروع، ونحن الآن نستطيع أن نلعب دورنا، ونحن جادون في أن نلعب دورنا في إحلال السلام في أفغانستان، وأن نأتي بمفاوضات السلام، وندخل حركة طالبان في المنظومة السياسية لتبييد وجههم ولإقناع الأمريكان بأن يضخوا أموال جديدة إلى الجانب الباكستاني التي انقطعت عنه. على مستوى العلاقة بين الحركة وبين تنظيم القاعدة في أفغانستان، هل يمكن كذلك قراءة أي تأثيرات لهذه القاعدة؟ هو مشروع دولي خارج عن سيطرة المنطقة، وطالبان لم يكونوا على أي اتصال بهم. هؤلاء أدخلوا إلى أفغانستان كمشروع دولي، والآن طبعا الأمريكان عندما شعروا بأن طالبان لا يستطيعون أن يلعبوا أي دور استبدلوهم بداعش، والآن هناك محاولات فتح ولاية بأكملها لهؤلاء، لإدخالهم إلى الصين، لإدخالهم إلى تاجكستان وأوزبكستان والآسيا الوسطى، ولزعزعة الأمن والاستقرار في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأفغاني نور الله سلام.